السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل المتابعين والأصدقاء الأعزاء عبر قنوات الكأس. انقضت سن الصغار بالنسبة لهجن أبناء القبائل والشيوخ بسرعة حقيقة في هذا المهرجان الرائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى. واليوم وصلنا إلى منافسات هجن أصحاب السمو السعادة الشيوخ في سن الجداع. هناك رمزين ستتنافس عليها كل الشعارات الكبيرة لهجن أصحاب السمو السعادة الشيوخ، وستكون الانطلاقة من هذه النقطة التي يتمنى كل المشاركين أن يبتسموا وأن يتوجوا بالرموز. نحن متواجدين هنا لنضعكم دائما في الصورة كاملة من البداية وحتى النهاية عبر الحصيلة، لكن دعونا بالبداية نبدأ بأبرز العناوين. الجماهير تتوقع أشواط الرموز. صياح سلم عليه ناصر الصياح وقول له الناموس رئاسي. علاج ترسل السلامات لجماهير الرئاسة وتبقي أقوى رموز الجداع في دولة الإمارات. والله شوف المهرجان هذه لو شوط عادي أقوى شيء فيه. الرئاسة تستمر بالإبداع وتقتنص شوط القعدان المفتوح مع غازي. والقعود يا ثالث الليلة يا راح الأول، هذا الدفاع الليلة اشتغلوا عليه ولا هو كان مرشح أقوى عنهم بعد. بن زيتون يرسل رسالة للجميع عبر الحصيلة. ولا بيصير على شور محمدان؟ نعم. بيوصل المواصيل هذه. ولا بيخالف النظام يتحمل المسؤولية. وقفة فنية مع بن جرحب لأشواط الرموز. قدم ورقة رابحة عنده بالنسبة له العاصية. أيوة واستلحق علاج وهي اللي صارت اللقب. حسين السيد يبدع في نقل مهرجان الوثبة. احنا بنحاول نغطي السباق، مش سباق بس، احنا بنحاول نغطي كل زي ما تشوف كده الكواليس، بنعملها احتفالية في الاخر. بالكيلة يتوقع طريق السيوف المنتظرة. بس ممكن تسوي مفاجأة بكرة، تأخذ السيف الأصفر، وإذا أخذت السيف ما هو غريب عليها. الحصيلة تذكركم بشوط الكايدة. الحمد لله احنا حصلنا على المركز الأول والثالث والرابع، يعني هذا دليل نحن يعني كنا عادين للشوط هذا أعداد. دائما الحكاية مشاهدينا تكون بتذكير بأبرز ما دار في الفترة الصباحية. 25 شوط للشعارات الكبيرة لهجن أصحاب السمو السعادة الشيوخ كانت حاضرة في الصباح، واستطاعت هجن الرئاسة أن تستمر بالتألق وتحقق الشوط الرئيسي كما نتابع سويا عن طريق الظفرة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والشوط الرئيسي الخاص بالقعدان ذهب مع مجوخ لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. والتوقيت الأفضل كان في الشوط الرئيسي الأول الذي كانت من خلاله الظفرة على الموعد، رغم أن هناك الذيبة أيضا للرئاسة لو لنفس المضمر سجلت التوقيت الأفضل، لكن يعني احنا اخترنا أن يكون الشوط الرئيسي الأول الذي كان في الفترة الصباحية هو من سيكون معكم الآن من خلال هذه الوقفة. فدعونا نشاهد الظفرة وتألقها. على المركز الخامس وصلت المركز السادس القادمة في هذه اللحظات، ودخول ميزة لهجن العاصفة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. هذه هي منذرة لهجن الرئاسة. راشد بن محمد بسم المنصوري يتقدم أيضا بالنشمي ليقدم هذه الانطلاقة، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى. 2.5 كيلو المتبقي، 2.5 كيلو المتبقي. منذرة والظفرة من هجن الرئاسة، يتقدم المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري الوهيبي. وهنا ميزة لهجن العاصفة، غياث الهلالي، هجن الرئاسة تسيطر على المقدمة، منطقة الأعلام، المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري أبو سعيد من يقدم لنا هذه الانطلاقة. الأداء المتميز والجميل
بن زيتون المهيري مشكور باسم الجمهور. يا المجازف يا المجازف على هذه المجازفات الناجحة. بهذا الشكل كانت الظفرة حقيقة من سجلت التوقيت الأفضل وكانت تستحق أن تكون بطلة للفترة الصباحية، رغم أن شعارات أصحاب السمو سعد الشيوخ كانت حاضرة في الفترة الصباحية. الحديث الكبير والمهم والمراقب من الجماهير والمتابعين لهذه الرياضة هي طبعا أشواط الرموز الكبيرة التي بدأت عبر الحصيلة الآن. من عاصمة سباقات الهجن بالخليج، هذا المهرجان الذي ينطلق في هذه الأيام المباركة والذي جاء متزامنا مع هذا العيد السعيد. هل هذا الإنجاز يعتبر كافي لك؟ لا لا، لك عين تنظر إن شاء الله. اللي يقول كاس عمان أو مركاب عمان سهل يروح له، يمكن تسبق لك شوط شوطين لكن الرمز صعب فيه. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول. أرشح شحانية سيف ومحرموز، ما بيطلع السيف. الحصيلة هلا والله، مرحبا مسرع. أمورك كيف؟ أموري طيبة. كلمنا عن توقعاتك، عن أين ستذهب الرموز. شوف أنا توقعت في شوط اللقاية أنها هجة الرياسة. نعم، وكل جدار روح، ولكن اليوم نصل إلى محطة قوية ومحطة مهمة، الجداع. الجداع طبعا هناك يكون منافسة كبيرة بين الثلاث مؤسسات الكبيرة العملاقة اللي هي الرياسة والشحانية والعاصفة. الله أكبر. وأنا أقول والله والله يقول والله يقول رب العالمين. نعم، توقعت اليوم ان تكون الرياسة تفوز بشوطين او تقاسم الرياسة مع الشحانية. التقاسم في حال التقاسم، اي البكار ولا القعدان؟ البكار للرياسة والقعدان للشحانية. هذا تتوقع؟ هذا توقعاتي، ولكن كل شيء في الميدان هنا. مشكلة هذا كل ما يقول توقعي يصيب صراحة هذا الرجل يعني. طبعا يا وهذا يدل على متابعتك الكبيره سيد كوربي. يا بعد حي والله، انا من بعدكم طال عمرك. الله يطول. يعني تتقاسم؟ ها يعني 50%. ايوه 50. ها اي، ولكن 50 90% الرياسه. بيض الله وجه. الله يرحم والدي ابتسام رائعه. ان شاء الله تستمر يا حبيبي. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاعزاء، ارى ايضا يعني لا زالوا المضمرين حقيقه ينتظرون، يعني الـ او احنا ننتظر المضمرين حقيقة في ميدان التحدي هنا بالشحانية. ومعي مباشرة واحد من الحناجر او واحد من المعلقين الكبار، عاد سفاح. يا سادة مرة اخرى نرحب فيك على الهواء. يا مرحبا يا اخي، يا دور انا ادورك. تدري يا وانا ادورك يا ابو زايد، اني انا اللي ادورك حبيب قلبي. الله يطول. تدري اني انا اللي متشرف بهذا اللقاء. الله يطول. ما تعلم. الله يحييك ويحيي الكاس وجماهير الكاس والادعم. الله يحييه بعد. الله يطول لي عمرك يا ابو فارس. ابو فارس، يعني غبت فترة طويلة، تغير شيء في عالم الركض؟ والله ما شفت تغير، بالعكس الركض هو الركض والامور طيبة، والعرب ما شاء الله كل يوم ناجحين، النجاح شغال مرة. اللهم لك. أيوة الحمد. الحنجرة، ماذا تقول الذهبية في ظهور اجداع الشيوخ اليوم؟ والله ان شاء الله بتقدم اللي الله يعطيها ان شاء الله. نسأل الله التوفيق. اول شيء احنا في نعمة تبي حمد وشكر. الحمد لله على التوفيق وعلى رضا الشيوخ وعلى ثقتهم. نعم. مع اني غير جاهز ترى، يعني المعلوم يعني بحاول اقدم اللي اقدر. يا روح. لا والله بالامانه متالق حقيقه في الايام الراحه، لانه انت لا تقيم نفسك على الاطلاق. لا اقيم نفسي. الله لا يهين، انا ازود من اول. الله لا، انا اقيم نفسي. الله لا يخليم لك ابو زايد. لا وجيت اقوى من اول. كفو. وجمهوري على راسي، لكن انا اقيم نفسي. أنا. كفو. لا انا اتكلم من يوم خلقت وانا اقيم نفسي. كفو. في ذمه. لكن راي الجمهور مهم. انا على عيني جمهور. ايوه، وانا اقول لك انك تعلق، لكن رايه على نفسه مو علي. لا رايي. لا زلت يا ابو فارس. ولا زلت. نعم ونعم. ولا زلتين انجزت. جزت لنفسي ما جزت، ما جزت لنفسي. والتوفيق على الله. كفو في ذنبتي. عليك زودي، انت تستحق التقدير. ولا الرموز الى اين؟ احييك واحيي الدوري والكاس. يا بعد الرموز رئاسة. هذا الموتر حمر. الله يحييك. هذا حمر خطر. ونعم.
مر وعبر. أيوة. نعم. أبيك عندك خلفية في عالم الهجر؟ إيه خلفية نعم. أيوة. شو تبغى أني أقول؟ أبي أقول ترشيح ولا شو؟ ترشيح. ترشيح؟ أيوة. رياسي أبوي حمر مر وعبر. أنت تقولي بالعاطفة الحين تقول. لا 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 ما شو شوف 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 يعني اليوم بالله عليك شفت اليوم وأمس واللي قبله شوف الإيجابيات. أيوة. شوف الإيجابيات طال عمرك. شو الإيجابيات؟ الإيجابيات كثيرة الله يطول عمرك لكن اليوم الرمزين وين؟ الرمزين رياسي. آه. إيه. رياسي. تعمل البكرة؟ إيه. تعمل القعود؟ لا رياسي طويل العمر وممكن إنه زيتوني. أهلا وسهلا. الله يحييك. كيف حالك؟ يا مرحبا. يا أخي ليش متوتر؟ يا أخي. أنت مشارك؟ أني مشارك فيه بس إن عندي أخوية أفضل شوي في الكلام وفي المعلومات في المعلومات. لا علي رفق إنك ما شاء الله عليك هذا أنت متحدث ما شاء الله عليك. الرموز. آه حمزان مشارك هو. مع مين؟ مع بن زيتون. ونعم. من عمك. يا رجل بن زيتون هذا ش كسر أم الدنيا الله يحييه. لا. بن زيتون طالع منك حلال سبق والله موفق. عنده. إيه نعم. سيكون على الموعد هو خذ الشوط الرئيسي اليوم صح؟ إيه نعم. ها؟ الظفرة الظفرة اي نعم وانت يا صديقي العزيز هذا متحدث الرجل يلا شغال جهاز كلمنا ناصر ناصر مرحبا مسعود شو علومكم اليوم صعبه والله نفس اللقايب ان شاء الله نفس السيناريو اللي بيستوي في اللقايب يستوي ان شاء الله اليوم يعني رمزين ان شاء الله حاسين مره ما يحتاج اسمع ابي اشوف انت تعرف ولا ما تعرف وش البكره الخطيره لا لا, لا عاد تسال وايد يعني عن الانتباه حن لا لا احنا ما ترى العالم تدري كلهم اللي مدخلينهم في هالشوط كلهم مجهزات لهالرمز انا عارف لكن انت عطني الاسم يعني عشان بشوف انت ما شاء الله لا لا كلهم اللي مدخلات في الشوط كلهم مجهزات لهالرمز متوقع متوقع منها نفس متوقع منهم كلهم كلنا نعم وتوفيق عند الله بتجيبونا نفس اللقاية ما ادري ثلاثه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى نتمنى من الله نتمنى يوم خمس شوف عطى ايش اليوم خمس اعداد ما وفت علامي مرحبا في دار زايد وفي فيه دار اهل العز بالاسود يعطيك الصحه والعافيه وياك الله يحفظك شلون امورك الله يحييك بشك الحمد لله تمام ابيك طال عمرك تنورني وتقول لي يا طول العمر حكايه اليوم يعني اتمنى يعني الى الان توقعاتك ما صابت ابتسامة جميلة الله يحييك أول شيء سعيد أنا أشوف وجهك اليوم صراحة وأنا والله أسعد شوف طال عمرك هاي توقعات عند الله حلال سباق ومختار من جميع الدوار حلال طيب نعم والواقع يقول الجزاء دائما للرياسة في المرموم وفي الشحانية كلها عند الرياسة نعم كلام احنا نتمنى الشحانية اليوم ولا شك الواقع يقول للرياسة ايوه الواقع يقول انت تبغى نجاملك ولا لا 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 المجامله ما ينفع المجامله ما توديك ديره وانا اخوك انا ودي الشحانيه نعم اللي ما في خير لنفسه ما في خير للناس نعم عز الله نفسه. الرياسه اخذت في المرموم الاشواط أيوة. المفتوح صح اخذت في الشحانيه البكار اخذت ثلاث اشواط الشوط القعدان مفتوح على العاصفه صح احنا الشحانيه خارج الحسبه في شوط الجزاء جينا ثاني في المرموم أيوة. في المفتوح وفي المحليات وبالتالي والشحانيه اليوم نتمنى بس ما تدري انه يمكن نهايه موسم والله اليوم يعني نتائج ابن عقيل مشرفه اليوم ايوه ظفران خش الشوط الاول القعدان ايوه وجراح ابن عقيل خسر ثلاث اشواط حلو ونافس نعم. يعني يمكن يقلب الطاوله نتمنى ذلك الله يبيض ولا شكل واقع يقول الرئاسه الله يبيض وجهك بالواقع يقول بان الرئاسه سيكون خطرين جدا ولكن بالنسبه لي يعني ما قاله الرئاسه هم اللي الامنيات للشحنيه والرئاسه هم الاخطر مع اتصال من الدوحة الو اهلا وسهلا يا مرحبا كيف الحال يا ابو هدي الله يطول عمرك انت على الهواء يا صديقي يا مرحبا بك توقعاتك يا صديقي الله يحييك توقعات شحانيه انت كلمني ايوه الكار مع الغران ايوه حبيبي قاعد مع متعب مع متعب و نعم والبكار أي توزيع شو اسمها؟ توزيع يعطيك الصحة إن شاء الله بن فران وصل الآن وهذا الرجل يتحدث الآن وبن فران يصل إلى ميدان الوثبة هنا في عاصمة الميادين بن فران هل سيبتسم له الحظ اليوم؟ ويكون بطلا الله يعلم إن شاء الله أن يكون سيد بن فران والسيد بن عطية كذلك الأمر والسيد بن عقيل على الموعد زيد بن محسن أهلا وسهلا ألو ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا وغلا
انت على الهواء زيد، يعني كلمني طال عمرك عن المشاركة القطرية في الجداع، انت قريب جدا من هذا العالم. والله انا على الهواء الان. نعم. شحاني ان شاء الله. الله يبيض، انت تكلمني بالعاطفة ولا بالمنطق؟ عشان لانه في متابعين كثر من الخليج. والله بالمنطق والعاطفة كلها ان شاء الله. يا بعد في عندك اسم معين قد يكون خطير اليوم؟ ابد ابد كلها ان شاء الله. كلها شوطين يعني؟ نعم ان شاء الله. الله يبيض وجهك، شكرا جزيلا لواحد من المضمرين الاكفياء في عالم سباقات الاجن زيد بن محسن، اتصل بنا ويقول بان الشحانيه سيكونون مرعبين للغايه. انا ابي اعطيكم صوره، بعيد هو عني لكن يا ابو انيس لف بهذا الشكل وعطني ذلك الرجل، هذا الشيبه اللي عند الملاقه صبي. او اهلا وسهلا، ايضا وصل سعيد الشيخ في ميدان الوثبة، ولكن يا أخوان المسافة بعيدة حقيقة، ما صعب جدا أن نصل لكل هذه الأسماء، لكننا مستمرين، أنتم ما عليكم إلا البقاء، سنجتهد إلى أن نصل إلى كل الأسماء المشتركة. خلونا الاتصالات زادت صراحة، اتصالات زادت، خلنا نأخذ الاتصال وبعدين نحول. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. كيف الحال يا مشعل؟ أنت على الهواء يا صديقي، الله يطول عمرك، أهلا فيك. شحانيه مره الوان عدوس المهارات. اي عندك اسماء معينه للبكار او القعدان؟ نعم نعم. ايوه نعم. عطني عندك عشيله عند سام الهران. ايوه والقعدان؟ القعدان عندك متعب ومواجه كله جاي اول وثاني في العام في دبي. كل الشعب القطري الان يتابع اتصالات بالهبل، توني مسكر من عندها، تتامل ان تكونوا على الموعد. اللهم امين ان شاء الله. فماذا تقول لكل هذا الجمهور؟ اقول دعواتهم ان شاء الله لنا. يقول محمد بن خالد وقت الشدايد سيظهر. ما عليهم جهود، الله يطول عمارهم، وان شاء الله نحن نقوم باللي نقدر عليه. ايوه بعدي انت دائما يعني اذا اشتدت الامور تحط بصمتك، فهل قادر اليوم؟ هذا توفيق من العزيز الحكيم. ونعم. نقول ان شاء الله الله يوفقنا ويوفق اخواننا المشاركين كلهم. يقولون بان القعدان خطير جدا الشوط. الله كريم. ها؟ الله كريم. عندك القعدان؟ الله كريم، نتمنى من الله. ابيك تشد حيلك اليوم. حالك طيب. شوف العالم كله الجماهير يا ابو خالد. الله يوفقنا. تنتظر منك السعادة. الله يوفقنا. اسعدهم. اللهم امين يا رب. الله وجهك، اسعدهم يا هذا. الله كريم ان شاء الله. شد حيلك. ان شاء الله. تركيز فل ها. اسال الله التوفيق. عادي يا ذيبان. اذا مشاهدينا الاعزاء، اوه الجماهير من قطر، اتصال الو. السلام عليكم. اهلا وسهلا، تحياتي لك، ماذا تتوقع عن الانطلاقة يا صديقي؟ اولا شحالك ابو زايد؟ الله يطول عمرك، احنا على الهواء بس عطني توقعاتك بدايتك. توقعاتي شحانيه ان شاء الله. ايوه الكاف مفتوح عند المباراه. اصبر. ايوه اصبر شوي. الاعدام عند العطيه ان شاء الله. الله يبيض وجهك، يعني شحانيه ها؟ باذن الله. محمد الصياح ابو زايد. او نعم ناصر الصياح، حدثنا من الدوحة بأنها شحانية. الصياح سلم. أيوة. عليه ناصر الصياح. اسمعك هو على الهواء. وقول له الناموس رياسي. ايوه انت تتكلم بعاطفة يا صديقي. لا انا لا اتكلم، اتكلم عن الركض. أيوة. ومستوى الركض. نعم. وهجن الركض اللي متواجد حاليا. الله اكبر عليك. فبالتالي الرمزين وين؟ الرمزين رياسي. ها؟ رياسي. اثنين. البكار والقعدان. البكار والقعدان. وش المواري؟ ما شفت شيء. البينه اللي صارت من سن اللقايه. أيوة. بتم موالها علين سيف الحول. وهني عشاق ومتابعين. أيوة. ومشجعين هجن الرياسه. يستاهلون. ثلاث دقائق او دقيقتين. أيوة. اهني هجن الرياسه من هذه اللحظات يا حبيبي، وهردلك ولبهم هون المؤسسات الثاني. نعم. ولبهم قصور. أيوة. ولكن الكاس رياسي. اتصال اخر من دوله الامارات. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، انت على الهواء يا صديقي، توقعاتك يا اخوي العزيز. انت الرياسه. الرياسه ها؟ نعم معك مواطن من الكويت، واقول ان شاء الله رمزين ان شاء الله تروح ان شاء الله الليل. ايوه بالامنيات ها؟ نعم بالامنيات ولا بالتوقع يا صديقي؟
كلها اثنتين. شكرا جزيلا لك. اذا لاحظ عزيزي المتابع بان كل الجماهير الان بالخليج تترقب الانطلاقة الكبيرة لمنافسات هجن اصحاب السمو السعادة الشيوخ، وبالتالي الكل على اعصابه والكل ينتظر المشهد. وانطلق الشوط وانتهت الحكاية، وفقكم الله يا شعارات يا كبيرة. أسأل الله العلي العظيم أن يسعد كل الجماهير، وفي النهاية الميدان يا حميدان. إلى الشوط الرئيسي. أهلاً بالحاضرين والمتابعين والقادمين، مرحبا بك يا فخرنا مع المركز الثاني بشعارها بقدومها، وها هي جوفتي لهذا الشعار الذي يتقدم بعد انتزاع سيف الإمارات في دانة الدنيا دبي، أزعج العالم المجازف محمد بن عتيق قادمة مع المركز الرابع لهجن الشحانية، يقدم لنا عتيل الشبل من ذلك الذهب، يتقدم جابر بن سالم بن فاران المري، عتيلة خطيرة خطيرة بانطلاقاتها خطيرة بقوتها، العناب قادم غيات الهلالي، من يستجيب للنداء من يستجيب للنداء، العودة إلى مقدمة الشوط إلى مقدمة الشوط إلى العاصية إلى العاصية، علي بن جميل علي بن جميل يقدم العاصية في يوم الجمايل، يا ما جملتنا غيات الهلالي وجماهيره والعتيلة والشحانية، الكاس وين الكاس وين، إلى الرياسة إلى الرياسة تباعا إلى كاس اللقاية إلى كاس اللقاية، من الوثبة من الوثبة إلى بومريخة إلى قصر البحر إلى قصر البحر، من يسكن في قلوبنا وبأرواحنا نفدي نهدي كاس رئيس الدولة سيدي أبو خالد باسم المقام السامي باسم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تبغون هرياسة بعدي مالك زود مالك زود مالك زود انت تخصص اشواط كبيرة. والله الحمد لله رب العالمين. الله يمنى في هذا الشوط. انت كنت تبي هذه تاخذ شوط بأمانة؟ نعم الحمد لله. ولا في اسم لا هي بارك فيها هي انت بغيتها يعني؟ نعم خططت لها. اسمح لي بس والله نعم ابارك فيها، هي ابونا هاقوي فيها هقوه. أيوة. والله يملها الحمد لله. طيب عادي راح ناخذ لقاء معك باريحيه بعد شوي. ابشر مساء الخير. اذا مشاهدينا الاعزاء، بين جميل والرئاسه يسجلون اقوى اشواط الجداع بكل جداره واستحقاق. نبارك لهذا الشعار الكبير التالق الرهيب، وبالتالي خلونا نعيد الشوط ونعمل لقاء على راحتنا مع ابو الجمايل. على الهجن ينعاد كل عام اشارات ورموز للهجن، نقديه مكرمه حطت من شيوخ. علي بن جميل يسعد الجماهير الحمراء في كل مكان. ناموس طال عمرك. مساء الخير وعافية. الحمد لله. البكره سوت شغل كبير، خدمتك البكره ولا في يعني كلمني عن الشوط بشكل فني يعني. والله الشوط فيه ابكار قوى. أيوة. ومشاركين ما يستانبهم. أه. لكن ركض قسمه نصيب، والبكره بارك فيها لها ماضي طيب، العام جاي ثاني على المفتوح في دبي. أه. والله يملها في هذا الشوط الليله. نعم كلمنا طال عمرك عن حكايه الشوط، هل قدمت لك خدمه بصوره غير مباشره من العاصفه او الشعارات الاخرى؟ في احيانا لا، في حلال عندي انا بكار سباق. أيوة. راح في المقدمه وكان عليها شغل من هجن الشحانيه وهجن العاصفه. أيوة. والبكره كانت علاق في نصف الشوط. كلام سليم. أي نعم والله يملها في الامتار الاخيره مسكت مقدمه. زين ايش يعني لك انك تاخذ اقوى رمز اليوم؟ والله والله شوف المهرجان هذه لو شوط عادي اقوى شيء فيه. ما بالك انك اليوم انت على الشعب وعلى الشيوخ شغال. والله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله انك تستاهل. وذيها دعم مؤسسة هجن الرياسة مش غريب عليها هذا السبق عندي ولا عندي اخواني مضمرين الثاني، لان دعم اذا يقصر منا بيقصر منا احنا مضمرين، اما الشيوخ موفرين حلال السبق وموفرين الدعم معنوي ومادي طول الله ما قصروا للامانه. وانتم بعد ما قصرتوا والله الحمد لله. توفيق يعني. الشيوخ بيض الله وجيهم يدعمون، لكن انتم ايضا تشتغلون وجهك ابيض الحمد لله. اكبر دليل اللي قاعد يقدم الان الحمد لله. سؤالي الان لك طال عمرك، يعني هل ستقفون عند هذا الحد؟ لانه انا سمعت انه كل واحد كل مضمر عند الرئاسه له دور معين او مهرجان معين. والله كل خطه هذه عند ابو حمدان، احنا نمشي على التوجيهات. ونعم
نعم يعني نعم. هو اللي يوجه نعم. الشوط هذا لاهل بن جميع نعم. الشوط هذا لبن زيتون لا هو يوزع الاشواط وهو يعني عندنا جهازات كل مضمن عندي جهاز يتكتك الشوط فمسار الشوط يا حد روحي نعم. الانجاز الكبير هذا لمن تهديه الله يطول اهديه الى رئيس الدوله الشيخ علي بن زايد والى الشيخ محمد بن زايد والى الشيخ منصور بن زايد وإلى والدي ومعزبي الشيخ سلطان بن حمدان وإلى محبين هجن الرياسة الله يبيض والقادم ايش قول لي وياك ابيض احنا بنجيك العزمة في امكانيه والله نعم بيض الله وجهك طال عمرك مبروك طال عمرك اذا مشاهدينا الاعزاء في كل مكان بن جميل يسعد الجماهير الحمراء في كل مكان ويحققون رمزا قويا اي ابداع يا رئاسة شغل كبير حقيقة بين جنبات الوتبة هنا وبالتالي خلونا نذهب إلى شوط آخر ينتظر عند خط الانطلاق ينطلق قبل لحظات رمز آخر رمز ذهبي بندقية رئيس الدولة لهذيل الجعادين اللي أمامنا الذكور الذكور من سل إذاع والست كيلومترات يا سلام يا سلام يا سلام تبقى الرئاسة والشحانية والعاصفة يا سلام لأجل الرئاسة الكبيرة الشهيرة العملاقة القديرة الموقرة يديرها محمد العديد بن زيتون البيري المركز الرابع يأتي دور الواعي من أجل العاصفة المنبر سيد غياث الهلالي الرئاسة لا تزال تداعب مقدمتها تتعامل بطريقتها الخاصة مع عشقها الدائم مع حبها اللامنقطع المراكز الأولى ويأتي هذا القعود مذهل يا مذهل يا مذهل محمد بن عديج بن زيتون يلا أبو سعيد دخيلك يا أبو سعيد كل تقدم سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان الهيان الرئاسة تقفل على المراكز الستة الأولى برمزي وبندقية سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ويخطف الآن غازي غازي عاشت الرئاسة عاشت عاشت الرئاسة عاشت تعيش الرئاسة تعيش الرئاسة تعيش الرئاسة تهانينا ناموس طال عمرك لا عمي أول شيء ما جيب أجيه هذا داهية يا رجل بنجيب بعد شوي لكن نقول لك ناموس استاهل خير طول عمرك يا أخي أنت وجهك يعني دائما مبتسم الله يطول عمرك الله يبيض وجهك والابتسامة جميلة جدا اليوم مبتسم برمز آخر بعد الحمد لله رب العالمين ما يتفرطون الرموز كل ما يجي رمز لازم تكون لكم بصمة الحمد لله رب العالمين من دعم فضل الله فضل المعازيب موفرين كل شيء والحمد لله رب العالمين ويوم تيم الحلال الله يطول عمرك وش القعود هذا الله يحفظه يقعد وش القعدان هذه الله يحفظه والله كان طيب ورا بعض اربعة ما ادري ثلاثة الخمسة للرياض كلها خمسة وانتم اللي عندكم كم قلت لي احنا عندنا الثلاثة الاوائل لا ادرك تخصصات الرئاسة كلها عن الرئاسة شعار واحد تحت مظلة واحدة كلها رئاسة يعني ما في كلها هجن الرئاسة ما في ندخل في الشوط باسم هجن الرئاسة ما ندخل باسم ثاني بعد ايش يعني لكم هذا الرمز اهم شيء الناموس يعني ان الرمز هاي الشيء الكثير هذا الرمز وين الرمز وين الرمز عند العود ها حنصوره فلمن تهدي الانجاز هذا اهدي معازيبنا شوف الكرام جميع مشجعين هجن الرئاسة ناموس طال عمرك استاهل خير الله يبارك بيض الله وجهك وجهك ابيض ابن زيتون عندما يتواجد ما يروح رمز الا يضع بصمه الحمد لله على التوفيق توفيق من الله حلال ركضه طيب نعم وهذا كله يعود المعالي الشيخ سلطان بن حمدان الله يطول عمره كل الهجن كل العزب تحت إدارته وتحت شرافه وتحت تصريفاته واللي بيصير على شورب حمدان نعم. بيوصل المواصيل هذه واللي بيخالف النظام يتحمل المسؤولية لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يعني يتحمل الإخفاق أنا قصدي كذا لا بس عشان ما تفسر بطريقة لا 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 البعض يعني يقول لك والله أنا أقصد أن طويل العمر يعطينا نظام للهجن وقت تفاحيمها واشتراكاتها وتجهيزها نعم واللي أنا أقول بيمشي على نظامه بيوصل المواصيل هذه وأحسن أيوة يعني. توجيهات دائما مباشرة توجيهات دائما نعم يعني يمكن أنتم تعرفون الركاب اللي عندنا الحين ما كان يعني ما مركب في دبي أركضا اشتراكات عادية قال بس يعني مجرد اشتراك تدوير ما يبغي إنجاز منهن ظخرهن المركاض قطار ومركاض الوثبة وإن شاء الله نحن نكون عند حسن الظن والهجن تكون عند حسن الظن الشيخ سلطان هو المتابع للأمانة يعني هو اللي يوزع نعم نعم هو اللي يوزع هو اللي يدير الحلال كله يعني هو اللي يقول لك دخل فلان في الرمز نعم نعم هو يعرف الرتاب يتابعها ويعرف نعم يعني هذا الكلام القعود هذا وش علومه أنت جايب هاتريك ها ثلاثية علومه طيب هذا جاي ثاني على الرمز في المحليات على أخوه أيوة جاي بطيم أفضل من الشوط المفتوح ما شاء الله نعم واللي ثاني بعد عنده العام وصيف كان الرمز وذاك النهار ركضنا الحين في الرمز وطاح القعود راح ورا الشوط حلو
حلو واليوم واليوم يا ثاني والقعود يا ثالث اللي هي راح الاول هذا الدفاع اللي اشتغلوا عليه ولا هو كان مرشح اقوى عنهم بعد لكن واصل ما شاء الله ويا ثالث ما شاء الله. ابن زيتون اتقف ام لا تقف؟ لا لا اقف انا قلت لك يعني عندي طموحات اذا الا ما لا نهايه الا ما لا نهايه ما لا نهايه حتى اليوم الكبير لليوم الكبير نعم. لكن عاد مشكله اذا راحت اليوم الكبير اوه والله شوف لكل شيء توقعات جايه من كل المؤسسات عندهم هجن سبق وهل سبق والموازين يمكن تنقلب ما حد يعلم لكن يعني انت مجهز نفسك لكل جاهزين كل الاحتمالات كل المؤسسات جاهزه أيوة. كل المضمرين جاهزين ما حد مو بجاهز نعم هذا نعم. الانجاز بسوبر هاتريك ليله البارحه واليوم هاتريك نعم. لمن تهدي الله يحييك اهديه لصاحب السمو رئيس الدوله الشيخ خليفه بن زايد والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والى الشيخ منصور بن زايد والى معالي الشيخ سلطان بن حمدان والى كل مشجعين هجن الرياسه والقائمين عليها. وماذا تقول لجمهورك في القادم؟ اقول لهم يبشرون بالخير ان شاء الله. يستاهل يبشرون نعم انه يستاهل شو تقول لهم؟ شو تقول لهم؟ اقول لهم يبشرون بالخير. نبشرهم بالخير ان شاء الله. يبيض الله وجهك ناموس طال عمرك. اذا بن زيتون والرئاسه يبدعون. بن زيتون يحقق رمزا جديدا له على مستوى إنجازه الشخصي والرئاسة تبدع يا سادة. ماذا يفعلون في الوثبة؟ هذا الشعار الأحمر الكبير يحقق الرموز علامة كاملة لهذا الشعار حتى اللحظة. الآن نروح عند بن جميل لأنه هو بطل المشهد في أقوى أشواط اليوم وبالتالي نعيش معاه اللحظة في العزبة العامرة. فإلى هناك الرئاسة شدت العيادة للتنافس في الميادين ناموس طال عمرك. مساء الخير وعافية. شوف اللمة الجميلة هذه. هذه طال عمرك اللي اسعدتك. محبين شعار الاحمر. اي بعد نعم. دائما تسعدونهم. محتفلين بالناموس الحمد لله. لا دائما تسعدونهم للأمانة دائما الشعار الحمر يترك بصمة بل بصمة قوية. والله الحمد لله توقيهات معازيب وطول أعمارهم مشاريع والتسعيرات هذه حصيلة التسعيرات. يا بعد روحي، أنا أتكلم طال عمرك عن أنه أنتم الآن ماكلين الدنيا كلها الله يقول وانتم تستاهلون يعني ما في شيء الله يرحمه لا يستاهل يستاهل لا انا والله ماكلين الدنيا كلها والله شعار يعني شعار الحمر طول عماره معازيب دعم حلال مشاري وتسعيرات ودعم مادي ودعم معنوي وطول عمارهم ومتابعتهم وتوقيهاتهم هم ما يعني ما قصروا علينا بشيء اذا يقصر بيقصر من المضمرين والله يقول لي بن زي سيد بن زيتون يقول بانه يعني كل التوجيهات بل حتى اسماء المطايا معالي الشيخ سلطان بن حمدان نعم يقول حطوه نعم نعم توجيهات هذا يدل على ان ابو حمدان ابو حمدان هو المضمر بجيب لك الصدق بمعنى متابع كل صغيره كبيره حتى اشتراكات الحلال هذه الناقه تشوف ما قال علاج خلوها لرئيس الوثبه ولأنها يتابعها بالدوب قال عن ضغطون البكرة حطوها لأنه هو يوزع الحلال لا في حلال كمية سبق يوزع الحلال نعم كل مهرجان يسمعني طالما أنه يوزع الحلال معناه يعرف تفاصيل التفاصيل أكيد كل شيء يعرفه هذا أنا قاعد أقوله نعم. وبالتالي اليوم من المنبر قسم بالله أن السلطان بن حمدان هو اللي عالق الحلال وهو اللي تابع الحلال ما شاء الله عليه نعم. حتى المعالج الله نعم. يبين رجل رجل أقسم بالله بأن سلطان الشيخ سلطان بن حمدان هو يعالج وهذا يدل على إبداع هذا الرجل والله طول عمره حقيقة أنا على كلامكم يعني أنتم قريبين جدا منه طول عمره ما قصر علينا بشيء حن علينا بس نسرح عند الحلال ونجيبهن أيوة. أما كل باقي عليه ما شاء الله نعم. عليه ويستحق حقيقة هذا الإنجاز وتوزيعات حتى في الشوط يعني يوم يكون الشوط كل مضمر عنده جهاز تخطيط الشوط وتوزيعه عند أبو حمدان طول عمره أنتم كمضمرين اسمح لي تتعاونون ولا كل واحد هيلب يور سيلف يعني يساعد عمره لا متعاونين بتوجيهات سلطان بن حمدان بالتليفون أي نعم لا عندي جهازات أسلكية أيوة وينادي علينا كل مضمر ينادي علينا عمليات مسوية أي نعم الله يبيض وجيهكم يا رجال العمليات كلها متحركة في الوثبة للأمانة الإنجازات إلى الآن هل شبعتوا ولا عادكم؟
لا شيء بسيط هذه. ها؟ شيء بسيط. يعني ما شبعته؟ انا على دعمه مع على دعمه مع عزيب طول اعمارهم. ما شبعته؟ دعمه مع عزيب ومشتراهم شيء بسيط نشوفه احنا. يا بعد روحي. يعني الى الان لم تشبعوا من الرموز؟ لا. صح؟ لا. والقادم ان شاء الله؟ القادم ان شاء الله نقول افضل ان شاء الله. يا بعد روح بيض الله وجيهكم والانجاز في النهايه. اول شيء قبل الانجاز هذا الجمهور الكبير حقيقه اللي جاء من كل مكان لكم، ايش يعني تستاهلون الامانه؟ اكيد هذا كلهم ايوه محبين وعشاق شعار الاحمر. مرحبا مرحبا. هذه هي هذه هي بسم الله عليك. هذه مرحبا وسهلا بعلاج علاج ها؟ العلاج نعم. ايه علاج صوره جميله لك ولجماهيرك يا علاج. علاج اسعدت الجماهير ها؟ والله بارك فيها طيبه ابونا بارك فيها ولها ولها عوايد العام جاي يفوتوا في نشفه في اللقايه في أيوة. مفتوح في دبي واليوم الله يملها بهذا الشهر. انتم كنتوا تبون علاج ولا غيرها؟ لا كنا نبغى الخشم شوي الخشه الله الله يبيض وجهك. شعوركم يا ايها الشعب العربي العظيم شعورنا شيء لا يوصف. كفو في ذمتي ابو الجميل بس كلمه اخيره يعني في فريق عمل معك صحيح يشتغل اكيد كلهم هذا الشباب كلهم توقيعات لانه من حق للامانه اكيد يستاهلون الناس خلف الكواليس لا يستاهلون هم انا متفرق اكثر هم التعب هم عليهم هم عندهم تواضع منك يا ابو الجمايل ناموس يا شباب من دام من دام من ابو سعيد موجود نعم كل شيء طيب بشر بيض الله وجهكم ابو الجمايل يسعد الجماهير يا ساده وعلاج ذهبت وهي مزعفره الى داخل العزبه وبالتالي نحن لا نريد ان نسلط الضوء اكثر من ذلك لأن الله يرحم والديك شوي بس يعني لا نريد أن نسلط الضوء لأن هناك سيوف قادمة سنعطيها حقها في طبيعة الحال. الرئاسة يا سادة يبدعون ويمتعون في الوثبة، نحن مستمرين، أنتم ما عليكم إلى البقاء. مشاهدينا الأعزاء تألق كبير حقيقة للرئاسة في يوم جديد بسن الجذاع وهو آخر مراحل السن الصغير وبالتالي فنيا سيضعكم حمد بن علي بن جرحب كبير محللي سباقات الهجن. يا مرحبا يا أبو علي. الله يحييك أبو زايد ويحيي متابعي برنامج الحصيلة. أنا سعيد جدا فيك دائما حقيقة، الكلام اللي أنت تقوله يكون قريب جدا من الواقع وهذا يدل على نظرتك أو متابعتك الدقيقة لكل يعني تفاصيل التفاصيل الخاصة في الهجن. اليوم يوم كبير في تنافس كبير حقيقة في شغل خاصة في الشوط الأول اللي كان أو ذهب لعلاج الرئاسة، فكلمنا طال عمرك عن هذا الشوط والشغل اللي حصل بينه وبينه. في البداية نتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذه الفقرة وتقديم مفيد للمشاهد الكريم. الله يجزاك خير. والليلة مثل ما تكلمنا ليلة البارحة هجن الشحانية بحكم متابعتنا لها من بداية الموسم ما شفنا عندها النوعية اللي تنافس النوعيات الموجودة عند المؤسسات الباقية باستثناء بعض البكار اللي حافظت عليها هجن الشحانية ما قمنا نشوفها مشاركتنا ما جابتها. الليلة هجن الرئاسة نتقدم لهم بالتهنئة ولجماهيرهم الكرام. الليلة شفنا هجن الرئاسة، هجن الرئاسة الليلة قدمت أفضل بكرة عندهم أو تعتبر من أفضل البكار اللي عندهم اللي هي العاصية كورقة ضغط على المشاركين. ومن شفنا بداية الشوط بكرة مثل هذه، البكرة هذه حضرت عندنا في قطر سجلت 8:40 يعتبر من أفضل التوقيت اللي سجلت عندنا ميدان الشحانية. البكرة شفناها دفعت الليلة دفاعها قوية وقدروا يسحبون بعض الهجن اللي الاسماء اللي تطلع لها لانها ناقه مرشحه ايوه والملاك ما راح يخلونها تبعد. صارت النتيجه هذه والخطه هذه من صالح بعد هجن الرئاسه بحصول علاج عند نفس المضمر وتحت مؤسسه هجن الرئاسه علي بن جميل. نعم كانت خطه ناجحه بنسبه 100% حصول علاج الليله على الشوط ويستاهل. يعني اعطاهم تمويه يعني قدم علاج او قدم العاصي العاصية نعم. نعم على اساس انه هو اكيد شوف ما يخدم سبوك الا سبوك نعم يعني ما يضحي في علاج في اشواط من الشوط الليله لازم تقدم سبوك لازم تقدم نوعيات ممتازه ايوه والنوعيه هذه ان شاء الله نتمنى الحين الفئه هذه أيوة. كنا من العام الماضي واحنا بعد عندنا تخوف نوعا ما من في عندنا السن هذا أيوة. يوم العام الماضي يوم كان سن اللقاي والسنه هذه سن الجزاء ولكن نتمنى ان شاء الله السنه الجايه لما تتغير المسافه تتغير الفئه ان هناك يكون في تطور كبير في هذا الفئه. احنا متاكدين وكلنا ثقه في هجن الشحانيه لو السبوق اللي بتمثلهم وبتنتزع الرموز وبترضي جماهيرها في السوق
إن ما يبخلون على الجماهير هذا الشعار. نعم ولكن إن شاء الله أتمنى إن شاء الله سوداء. أبو علي يعني هل قدمت مساعدة بصورة غير مباشرة؟ يعني مثلا العاصفة قدمت صورة بغير صورة يعني بغير يعني بشكل مباشر للهجن الرئاسة؟ لا بالعكس. نعم. هجن العاصفة حاولت محاولة جادة وحلت الليلة وصيفة على ندى اللي مملوكة لهجن العاصفة. ندى هذه شفناها حضرت عندنا في قطر حلت وصيفة في شوط الرمز وفي المرمون كذلك. ناقة تعتبر من أقوى البكار وهي من أقوى مرشحات الليلة. نعم. دخول عسيلة معهم ومنافستها معهم لين الأمتار الأخيرة المملوكة الهجن الشحني بعد هذا شيء طيب صراحة. تفاءلنا في أثناء الشوط بوجود عسيلة ولكن إن شاء الله نقول السنة القادمة إن شاء الله بيكون أفضل والمراحل القادمة السنة الجاية إن شاء الله بيكون أفضل. يعني علي بن جميل خدم نفسه بنفسه. ها؟ نعم علي بن جميل الليلة قدم الليلة خدمة قدم ورقة رابحة عنده بالنسبة له العاصية. أيوة واستلحق علاج وهي صاحبة اللقب يستاهلون. يستاهلون. نعم. أيضا جونا الرئاسة مرة أخرى عن طريق غازي وهذه المرة حقيقة أتوقع أن الشوط ما يحتاج إلى تحليل. أتكلم بأنه خماسية جات أو رباعية. فعلا هجن الرئاسة فعلا الليلة كانت حضورها قوي بحصولها على الخمس مراكز أو ست مراكز الأولى على شوط الرمز وهذا دليل إن دل على شيء دل على قوة النوعيات الموجودة عندهم. هذا السن العام الماضي كانت هجن الشحني هي القوية فيه بظل وجود قعدان محمد بن خالد العطية. عزبة محمد بن خالد العطية وهي تعتبر من أقوى العزب عندنا في ميدان الشحنية السنة هذه ما شفناها مستواها بظروف احنا عارفينها مرة ما يتمر بها عزبة محمد بن خالد العطية. نعم. ولكن يبقى أبو خالد مثل ما أفرحنا في, 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 في مهرجانات سابقة إن شاء الله بيفرحنا إن شاء الله وكلنا ثقة أبو خالد إن شاء الله نوجوده إن شاء الله. هذا الشوط ما يحتاج إلى تحليل. لا الشوط هذا الشوط هذا بن زيتون نفس الشوط الأول هو خدم نفسه بنفسه. نعم. قدم قعود ولحقه قعود ثاني قعود اللي خذ الرمز الليلة شفناه حضر في ميدان الشحنية حل المركز الثاني في شوط العمانيات عندنا والليلة يعني الليلة هو صاحب الكلمة يعني عليك. ويقول بن زيتون بأن في أسبق منه كان في الشوط للأمانة لكن قدم كورقة في الشوط على شوف في حملول حملول هو اللي سابق الشوط هو اللي سابق غازي في قطر. أيوة. وهناك بعد قعود آخر بعد عند بن حمدون كذلك حل وصيف الشوط المفتوح. الشوط المفتوح طبعا معروف انه اقوى من شوط القعدان العمانيات ولكن الليله هجر الرئاسه تستاهل خذت الشوط هذا بجداره والف مبروك لهم وحظ اوفر لمحالف الحظ. البعض يقول بن عقيل للامانه اسمح لي ابو علي بن عقيل في السن الصغير ربما كانت الامال تعقد عليه لكن ما هو سبب سر توقعك يعني البرنس؟ شوف النوعيات اللي كانت عند بن عقيل شفناها ما حضرت في مهرجان ختام المرموم ايوه ختام الوثبه. نعم. ولكن كذلك بن عقيل شفناه في ميدان مرموم حل وصيف في الشوط المفتوح عند بكرة السبوق. البكرة هذه أكيد أنه صار لها أي إصابة أو أي شيء ظروف ما أدري عنها أكيد المضمر يدري عنها ولكن أكثر من مهرجان يعني المرموم والشحانية والوثبة ولكن إن شاء الله تتوقع أنه يعني ممكن تختل مرة لكن تختل في كل صدقني يا أبو زايد إحنا أكيد هذا الشعور طبيعي. صحيح. إحنا كجمهور هذا الشعار الغالي على قلوبنا أكيد ما ترضينا النتائج هذه. نعم. ولكن صدقني يوم من الأيام بنفرح مثل ما فرحوا جماهير هجن الرئاسة مثل فرحتهم الليلة بنفرح مثل ما فرحنا مثل ما صار يوم من الأيام. نعم. كان هجن الشحاني يشار لها بالبنان في كل الميادين وبترجع إن شاء الله للقمة إن شاء الله. تحتاج إلى وقت؟ ما لا ما أعتقد. نعم. ما أعتقد السنة الجاية شوف إحنا لو بنقارن نتائج الشحانية السنة هذه بالعام الماضي هناك فرق. نعم. فرق كبير. كلام سليم. فرق كبير. صح. العام الماضي ما يعني كانت هجن الشحانية تكتفي يعني اكتفت برمز في ميدان المرموم. صح. ولكن السنة هذه نافست على رموز حصلت على رموز والسنة هذه كان بعض المتابعين يقولون هجن الشحانية تحتاج إلى أربع إلى خمس سنوات لين ما تأخذ السيف. نعم كلام ولكن سليم. حضور السنة هذه حضرت حضور قوي. السنة هذه تملك هجن الشحانية ثنايا نوعيات ممتازة السنة الجاية بنشوفها سن الحيل وإن شاء الله السيف السنة الجاية بيبقى وبيضاف عليه السيوف أخرى. بيض الله وجهك. وجهك بيض. شكرا جزيلا. الله يحييك. إذن شكرا للعملاق عملاق التحليل حقيقة حمد بن علي بن جرحب وضعكم فنيا في الأشواط الكبيرة أشواط الرموز. لكن تتابعون خلفي مشاهدينا الأعزاء للأمانة هذه المنصة الرئيسية وسيكون هناك مزاد سنوي هو يعمل في ختام الوثبة دائما ستكون هناك أسماء كبيرة وطبعا أفحل لها وزنها حقيقة في المنطقة لها مزاد خاصة يكون الساعة السابعة بتوقيت الإمارات لمن يريدون أن يقتنون السلالات حقيقة المثالية وفقهم الله بطبيعة الحال. وإحنا نبارك أيضا
لجماهير وعشاق شعار الرئاسة. هذا الإبداع الذي يستمر حتى أشواط الإجداع. نحن مستمرين مشاهدينا الأعزاء، أنتم ما عليكم إلا البقاء. ستقفون عند هذين الرمزين؟ لا لا، الحين ما نوقف الرئاسة، ما نوقف، مستمرين كفو للنهاية. يا سلام، المفاجآت الحين، والسيف ممكن يحصل في ناقة ما حد رشح. سيف ضبابي حاير، ما هذا الجنون يا بن زيتون؟ سلام بن زيتون، بن زيتون سبب الجنون اليوم. ما فيه مؤشر يؤشر أنه للشحانية أو للرياسة، كل المؤسسة يمكن العاصفة تسبق. نبدأ مع العاصفة المنطلقة والمندفعة، ولا الادعم الادعم الوعظ الرياسة الرياسة. بكرة الفاصل، بكرة الفاصل، بكرة الأخير، اللي منه ياخذ السيف يروح ينام مرتاح. الأصدقاء المتابعين، احنا الآن موجودين في الأوبي، الأوبي هذا كل ما تشاهدونه عبر الشاشة بأنامل رائعة جدا، أناس يشتغلون لكنهم لا يظهرون. يعني أنتم لا تفكرون أنكم تشوفون هذا اللي يظهر على الشاشة أنه هو السوبرمان، لا، هذا مساكين ماسك مايك والسلام عليكم. لا، في مصورين، في مخرجين، في دنيا قاعد تلعب من خلف الكواليس حقيقة، ومن حقهم أن يظهروا. واحد من هؤلاء النجوم حسين السيد، أبدع وأمتع وأسعد المتابعين بإخراجه الرائع لختامي الوثبة. سندخل داخل الأوبي ونتحدث معه. أهلا بكم في مقربة السعادة والتاريخ الترابية، المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة من عاصمة سباقات الهجن بالخليج. وصلنا يا سادة إلى المخرج. مرحبا يا كابتن حسين، حالك الأخبار؟ يعطيك الصحة والعافية، خليك بخير الحمد لله. احنا مش عاوزين نشغلك. لا خالص، بالعكس، لكن احنا نريد أن نبين العمل الجبار اللي تقوم فيه حقيقة. الله يبيض وجهك، تحت أمرك، لك المقدر كله بتوفيق ربنا الحمد لله. هذا المهرجان بأمانة كم كاميرا يعني قاعدة تغطي؟ المهرجان بيتغطى ب 15 كاميرا، 15 كاميرا. والكاميرات هي العدد، مش هو يعني النوعيه اللي هي عندنا، الدرون عندنا، الكاميرات السينفليكس عندنا، الهايبر عندنا، السوبر سلو موشن، تريبل سبيد. فالحقيقه الاداره موفره كل الامكانيات نطلع بالمهرجان بشكل يعني يليق بيه بختام الوثبه. في 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 بعض المهرجانات للامانه تغطى باكثر من من من, من 15 كاميرا، لكن ما تظهر الكواليتي او اسمح لي بالصوره بنفس الصوره. انت تعمل ايه خالص يعني العمل العمل انت عارف العمل الاعلام انت يعني ما شاء الله عليك، انا عمل جماعي في الاخر يعني، مش لانه المتابع يبي يعرف الامور الفنيه هذه او هي بدايه من يعني من توفير الاجهزه اللي احنا زي ما تقول لك الكواليتي العالي، السينفليكس، الهايبر، السوبر، والستاف اللي معنا في العمل معنا برضو ما شاء الله يعني من اعلى المستويات يعني، سواء الاف اس او الزملاء المصورين يعني. فده كله بيساعد ان الشغل يطلع بشكل كويس يعني. يقول لك المخرج هو الكل؟ لا مش الكل، الفرق العمل الاعلامي عمل جماعي في الاخر يعني، ما فيش حد يقدر يقول هو لوحده يعني بيشتغل يعني في فريق عمل معه. طبعا 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 فريق عمل، وزي ما قلت لك يعني الامكانيات موجوده والتوفيق بتاع ربنا في الاخر يعني، توزيع الكاميرات والامكانيات الموجوده بتساعد يعني. حسين السيد انا بأشكرك، احنا نشكرك جدا على اللقاء وسعداء بيك يعني، ربنا يخليك. والله مبدع جدا، الله يعزك، ده كله من ذوقك. البرتغاليين ومع الاحترام والتقدير، والفرنسيين يقولون هم من افضل المخرجين، لكن احنا اليوم نشوف مخرج عربي يتألق. والله المخرجين العرب كثير مستويات عاليه، بس لما تتوفر الامكانيات وياخذوا الفرصه زي ما انت بتقول، الابداع موجود عند كل الناس يعني، وفي كثير يعني اسماء كبيره يعني. فزي ما قلت لك التوفيق بتاع ربنا، والعمل عمل جماعي، والحمد لله على كل شيء. اهم حاجه يعني يكون. انت خريج اخراج فين؟ انا خريج اعلام. اعلام اخراج آه اكيد طبعا يعني. عادي، لا لانه الاعلام بحر تعرف. اكيد اكيد اخراج. انا قلت يمكن لا اعلام اخراج طبعا اكيد. الله يبيض وجهك، شد حيلك، ربنا يخليك، احنا معاك دائما حبيبي. الله يعزك يا مبدع، اشكرك. الراجل اسمه ايه؟ ايهم. نروح لزاويه اخرى عند ايهم. اهلا يا ايهم، يا اهلا يا ايهم، ازيك ايهم حبيبي؟ اخبارك يا حبيبي؟ الله يسلمك، امورك طيبه؟ الحمد لله، الله يخليك، معنوياتك منورين منورين الامارات. الله يسعدك، الله يسلمك ويخليك. انت شنو شغلتك بس عشان انا مصور مصور سلو موشن هايبر موشن.
انت اللقطات هذه اللي تشوفها ايوه انا مسؤول عنها. اي بعدي اعطونا اللقطات، احنا بناخذ لقطات عندنا موجوده، هي موجوده عندنا. ايه موجود. راح نحطها وانت تتكلم. هذه انت اللي تلعبها هايبر. لا انا اللي بصورها. ما شاء الله. انا بدور على الزوايا، بدور على الشغلات انه ما تكون موجوده طبعا. والاستاذ حسين يعني يكون عنده رؤيه، عنده نظره بيخبرنا عنها، انه اعطوني هيك مثلا هيك قصص حتى نعمل سيناريو معين يكون قبل السباق وسيناريو بعد السباق. يعني نرجي اشياء يعني ما تكون موجوده، او الناس يمكن مشغوله شوي في السباق فما تشوف شغلات ثانيه، يعني عرفت كيف؟ فنحن بنركز عليها. بيض الله وجهك. الله يخلي لي اياك. مبدعين. الله يسلمك. تألقت دائما. اذا هكذا هي الصوره مشاهدينا الاعزاء. وابو حسين عندك شيء بتقول لي بعد؟ عندنا حسين السيد بيقول لنا حاجه بس عشان نختم. انا مش متحدث كويس بس تكمل الكلام. ايهم يعني احنا بنحاول نغطي السباق، مش سباق بس، احنا بنحاول نغطي كل زي ما تشوف كده الكواليس، بنعملها احتفاليه في الاخر، مش يعني ما بنركزش على السباق فقط، يعني على كل الجوانب الاخرى. بنغطي يمكن زي ما تقول 15 كاميرا، بنغطي كل ارجاء المضمار. كانكم بتغطون الشامبيونز ليج. الله يعزك. الله يعزك. اشكرك على الله يعطيك الصحه. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الاعزاء هذه هي الصوره. هناك فريق عمل كبير جدا حقيقه، يبذل قصارى جهده لانجاح المهرجان بالناحيه طبعا الاعلاميه، لانه ما في عمل اذا ما في اعلام يظهر الصوره بشكل مثالي كن على ثقه بان العمل يكون ناقص. وبالتالي شكرا لهؤلاء وبيض الله وجيههم وإلى الأمام دائما. نحن مستمرين، أنتم ما عليكم إلى البقاء. كل شخص جاء لإسعاد جماهيره. الدورة هذه صعب يأخذونهم، يأخذونها من 10 سنين إلى بعد 20 سنة. أنا مقبلين على السيف. انت بترشح من؟ اسمح لي. اسمح لي عشان بجاوبك. ما جاوبني. اخر مهرجان كم السيوف كلها راحت القطر؟ طيب كلامه منطقي صراحه. نعم، لكن السيوف اللي قبلها كلها على الامارات. امانة بس سؤال ولد الزرعي، هذه خطيره يا ولد. بكره الفاصل، بكرة الأخير. أبو سعيد صريح لأبعد الحدود وسيتحدث معكم بكل مصداقية. ما يعني هذا الرجل يعجبني فيه إنه ما يعني يقول الواقع. تتفق معي صحيح؟ أكيد. يعني لا تجامل أحد. لا لا ما في مجاملة، هذا راكض بالضبط. لا احيانا الواحد يقول والله خاف يزعل علي فلان. تعرف ما يزعل يعني. اللي يزعل على ناقه هذا ما فيها. انا اقول لا يمكن يقول ليش ما رشحني ولا بعض لا الناس لا. يعني حساسين من امور لا ما في. احنا معازيبنا ذيله ومعازيبنا ذيلاك، والعاصفه حلالنا والشحانيه حلالنا والرياسه حلالنا. أيوة. واللي يسبق اهلين وسهلين وعلى الراس ويستاهل التكريم. والانسان اللي ما يسبق بكره يسبق. ايوه بعدي ابو سعيد بيض الله وجهك على المجلس العامر اولا. الله يطول عمرك. انا خذني طال عمرك صراحتك، لكن نسيت لا اقول هالمجلس العامر حقيقه الممتلئ برجال المناعير. والله هذا يشرفنا اللي مثلك يا مشعل والربع ذي لانهم يشرفونا. طول عمرك. نعم. ابو سعيد. زين ابو سعيد انت وينك؟ انا موجود. انت ادري بك موجود لكن وينك عن الرموز؟ انا جيت ثالث على رمز الحقائق البكار. وسبقت في الصبح الشوط الاول. انزين وركض الحلال زين واموره زينه وعندي في الاذاعه ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو سعيد. ان شاء الله تكفى يا ابو سعيد. احنا نبي الرمز، نبي الرمز. اذا بس اذا المثلث الذهبي في الرمز يعتبر الرمز. ينسون يا ابو سعيد. لا 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 ما ينسون. علي رفقني ينسون يا ابو سعيد. علي مرفوق ينسى التاسع ثامن سابع ممكن. علي مرفوق الثالث والثاني حتى ينسى. لا ما ينسى. راعي الرمز اللي يسجل في التاريخ. هذه ناقة تسبق ناقة. تكون أجهز من مطية، مطية أجهز من الثانية. والله يوفقها ويتوفق. نعم. راعيها وتسبق. يعني أما المطية اللي تنافس وتدخل في دائرة الثلاث. فهي ما تفشلت لا هي ولا راعيها. لا كفو أنا بس أكيد جمهورك، هذا جمهورك اللي موجود. كل ما يبي الثالث. كل إنسان طماع. يبي الأول. أكيد كل إنسان طماع. نعم. يعني مرضتك هذه. الحمد لله. أنت راضي؟ الحمد لله راضي على الحمد لله. هذا الرزق اللي الله كتبه وانا موافق عليه. ونعم بالله. لكن نعم. انت داخليا راضي؟ لا انا رايح ابغي الرمز. ايوه لكن جه الثانيه وجه الثالث. هذا رزق يكتبه رب العالمين وانا موافق عليه. اي نعم. يا بعد قنوع.
لا ماني قنوع. لا 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 ماني قنوع، ابغي الاول. القناعه ابغي الاول. ونافست وحاولت في الاول، لكن سبقني بن عيف في الحقائق المفتوح. ونعم نعم خطير. نعم نعم خطير، وراعي ركض وراعي سبق. والله انك انت يا كفو. زين اسمع، عندك شيء في الايام الجايه؟ اي نعم، عندي اذاعه بكره، اذاعه في الكاس. اذاعه افضل من اللي جات ثالث؟ والله يا رابع على الكاس في شو اسمه، ماخذ سياره في قطر. نعم ونقول ان شاء الله تقدر. والله اتمنى اني يجيبك مشعل، اتمنى والله. لا والله انك كفو. اي والله، لكن ما تدري انت. اتمنى اني اجيبك والله العظيم، اللي تستاهل. اي الله يسلمك. زين الحين عاد تكلمنا عن وضعك انت، لكن انا بتكلم عن الشيوخ. السيف وين يروح؟ ما حد يدري. انا قبل شوي قلت انك مصداقية، وقلت بانك ما لا لا ما حد يدري. ما انا اخبرك ليش. ركضنا احنا مهرجانين اثنين صح؟ نعم. ركضنا مهرجان دبي. نعم. وركضنا مهرجان الشحانية اللي هو قطر. صحيح. مهرجان دبي خذته الرياسة. كلام سليم. صحيح؟ صح. ركضنا في مهرجان. ايوه. اللي هو ركضنا في مهرجان دبي الشحانية الثاني وثالث. كلام سليم. صحيح؟ كلام سليم. رحنا قطر. الشحانية سبقت والرياسة ثاني ثالث. بكرة بكرة الفاصل. بكره الفاصل، بكره الاخير، اللي منه ياخذ السيف يروح ينام مرتاح. الله يقيض على السيف، يقيض على سيف. وهذا هذا ركض ما ينضمن. نعم. ناقه تمرض، ناقه تصح، ناقه تقوم، ناقه. اما انا اقول اني ارشح الرياسه تسبق. أيوة. مضمونه، هذا كلام مو صحيح. واذا اقول لك الشحانيه مضمونه انها تسبق، هذا كلام مو صحيح. المؤسسات الثنتين متكافئات. يعني جل الاماراتيين اللي يقولون الرئاسه بيكتسحون الدنيا كلها، هذا عاطفه يروح على قلبه، وهذا مو صحيح. والقطري اللي يقول الشحانيه هذا يروح على قلبه. ما فيه مؤشر يؤشر انه للشحانيه او للرئاسه، كل المؤسسه يمكن العاصفه تسبق. ليش طلعوا العاصفه؟ العاصفه لانه مثل ما تفضلت، اول ثاني ثالث، اول ثاني ثالث للشعار اللي قلته. بس ممكن تسوي مفاجاه بكره تاخذ السيف العاصفه. ونعم العاصفه. واذا اخذت السيف ما هو غريب عليها، مؤسسة عريقة قوية تمتلك الإمكانيات الكاملة. أمس يوم راحت الشحانية في حلال عندهم مرض وردوه دبي. هذا الكلام أنت تعرفه. عز الله أنك صادق. صحيح؟ نعم. يمكن تسوي مفاجأة تأخذ السيف بكرة، ما غريب عليها. يعني السيف ضبابي. السيف ضبابي حاير، ما فيه عقب ما يطلع من الخط بيقولون له الناموس. قبل الخط والله ما في واحد يضمنه، ولا بني آدم يقدر يضمنه. يقولون بسعيد، يقولون بسعيد قاعد المعطيات واضحة. يقولون لا 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 ما في معطيات. معطيات وين؟ وين المعطيات؟ يقولك المعطيات يعني الآن مثلا أنا أتكلم على مهرجانات اثنين. صح، أنت تحليلك ممتاز. مهرجان صح. واحد خذته الرياسة. أيوة. ومهرجان واحد خذته الشحانية. حلو. بكرة الفاصل بيكون بينهم. ومنو الأقرب؟ كلهم. توقعك كلهم. توقعك كلهم كلهم. توقع انا انا امبارح جاي ثالث. انا ما اتوقع. امنيه. ايوه اتمنى. لا أمنية. الامنيه في الاحلام اتمنى. ايوه لا ما بلا ما تبغي احلام. ابي توقع. تبغي لا توقع، ما في توقع. لا الارجحيه ان فيه مؤسسه اكفأ من مؤسسه ما هي موجوده. السلام عليك يا سعيد. زين والشعب؟ الشعب واضحه. الشعب حتى الشعب ما هو واضح. لا بس انت ما تبي تزعل احد شكلك. لا ما يجوز. لحظه قل لا اله الا الله. حق لا اله الا الله. حق لا اله الا الله. اتكلمكم بالمعطيات. اي عطني معطيات. يلا زين. ركضنا في جائزه زايد الكبرى. ايوه. خذ السيف بن مرخان. نعم. رحنا مركاض محمد بن زايد. محمد بن زايد. خذه بن غدير. صحيح؟ ايوه. رحنا طال عمرك مركاض الامير الوالد. ايوه. خذه بن غدير. صحيح؟ نعم. رجعنا دبي. ايوه. من خذه؟ بن حموده. صح. رجعنا قطر خذه المسند. يعني ما فيه انسان مرشح على السيف، كلهن مرشحات. اذا جبت لي ستة سامي. ايوه ستة سامي. وحطيتهم كلهم في السيف، كلهم مرشحين للسيف ياخذونه. يعني واحد منهم ياخذ السيف. ياخذ السيف. يعني بس دول اللي الاسماء اللي قلتهم، هذه اللي عندهم الحلال. نخبة الحلال. يعني بن غدير المسند. المسند بن حمود الصعب.
الاسامي اللي هم ماخذين السيوف او منافسين على سيوفهم ياخذونه بكره. يعني قلب الاسد استبعد. قلب الاسد ان شاء الله ياخذه ان شاء الله. احسن احسن انه ياخذه ان شاء الله. ناقه البلويه هي ثانيه على المسند. نعم صح. الذيبه ما ترشح؟ ما ادري انت رجل راعي ما يترشح؟ انت لو رشحت تروح ترشح وين؟ ما تروح المتاهلات اللي للسيف؟ بكره ناقه البلوي من الناس اللي ما يرشحها ما يعرف شيء. ظلم نفسه. الترشح ناقه المسند امس ما اخذ السيف، اذا اخذته ما غريب عليها. اذا اخذه بن قدير ما سوى شيء. ما غريب عليه، متوقع انه ياخذه. اذا اخذه بن حموده نفس الشيء. نعم، يعني ما تطلع من الاسماء اللي قلت. انا ما اتوقع يطلع من الاسماء لانه ما في عنصر مفاجاه. شوف المفاجأة موجودة في كل شيء، في المفاجأة كل شيء يصير، لكن الأسامي هذه يمتلكون نخبة حلال، نخبة حلال، والسيف دار بين الأسامي اللي هن الأسامي الحول الكبيرة، دار بين القيهباء، دار بين اليمامة، دار بين الأسامي هذه، وزريك دار بين الأسامي هذه، فالأسامي هذه بكرة كلها متواجدة. أنا ما أتوقع ناقتي يعني من فراغ تسبقهن مثلاً ماخذ سيارة في الشوط ال 13 تيبها تأخذ السيف، يعني ما أتوقع. كلام سريع يعني. وهو جايز. أيوة. ما في شيء ما هو جايز. جايز لكن. وأنت متى نحصلك في السيف إن شاء الله؟ أنا. أيوة. سؤال مهم هذا، سؤال مهم. جمهورك يقول متى أيوجد لديك استراتيجية؟ نعم. حلو. متى؟ عندي بكرة إذا أهربيها أبغيها للسيف وسيف الإنتاج ومشردها من التسعيرات. ومشردها من الركض السنه اذا السنه الجايه ثنيه السنه اللي عقبها بعد سنتين الله اعطانا عمر يعطيك العمر ان شاء الله وانت هم قالوا سامع وتكلم ولدك الطيار طال عمرك ويجي في اي مكان ويطير بالسيف يطير بالسيف ايوه باذن الله يعني من قريب ما تحتاج تجيب لك طيار لا 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 هو ولدك الطيار يخطف علي هني والسيف مرحبا مرحبا اذا ابو سعيد الله يطول لي عمرك والله يجعله مكان عامر ابو سعيد يقول شوف كلامه منطقي جدا حقيقه والله كلامه منطقي ومقنع سواء على هجن الشيوخ او حتى على هجن الشعب ولكنه حط اسماء معينه في الشعب هم الأقرب اللي حققوا في كل الميادين وقال بأن ربما يكون عنصر المفاجأة موجود هذا أبرز ما قاله هذا الرجل ولا أنسى بأن ابنه الطيار سيحمل السيف إن أحيانا الله بعد سنتين على بإذن الله صحيح؟ أيوة في سيف الإنتاج أيضا نقطة مهمة جدا ننتظرها على أحر من الجمر نحن وصلنا إلى الختام لكن لا بأس أن نتذكر معكم شوط الكائدة بين جنباتي ميدان الوثبة شوط من الذاكرة نذهب إلى ذلك الشوط ونلتقي على خير أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم أيها المتيمون برياضة الآباء والأجداد أهلا بكم إلى تلك المواجهات القوية أهلا بكم إلى فضاءات المنافسة الرحبة هنا في ميدان الوثبة يتحرك شمشون يأتي شمشون قادم شمشون بقوة الاسم بقوة الشعار بقوة التاريخ لطام يتحرك سعادة حميد بن سعيد النيادي يرفع راية التحدي يرفع راية التهديد قادم لطام الباز على الصدارة مجد في المركز الثاني ولكن شمشون يا سلام شمشون غير يعرف طريقه إلى السيوف يقدم ما استطاعوا إليه سبيلا في سبيل الوصول إلى سيف الرئيس إذا الصدارة هناك شمشون على المقدمة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي واسمها المشغلة والمربط مقيم وشرايا اللي تغيضه للعقاب كان شوادنها حرامة الحرم واللثمة برقع عن خيطه عذاب واللثمة برقع عن خيطه عذاب واللثمة برقع عن خيطه عذاب فالختاميته هي عوق الخصيم لا تذع من تواها بالستاب والشعر ادعم ولا احتم بخشيم
يا مرحبا يا مرحبا بمن حبى ودبى وركب الغلي لبى. شوف هذا الترحيب ترى خطير جدا. الله يرحمك. طلعت من السياره كالعاده لانك كنت حاسمت يوم سوينا لقاء معاك هناك قلت لي انت الكلام. بس الحمد لله الشاطئ مفتوح. ها نعم بس هذا الشاطئ مفتوح اللي اتكلم عنه وهذا هو بالنسبه لك هو النمبر 1. ها خذ السيف بالنسبه لهالقطر كلهم ما هو شت الذهب ما يصح الا صحيح. لازم يطلع فيه لمسه. ها ايه لانك الان هو الحقيقي. يعني لكن الكايده للامانه بس كلمني عنها اليوم يعني قدمت عرض استثنائي اللهم رغم انه الاسماء قويه معها. هذه كلها توفيق من رب العالمين والكايده يعني مو بغريب عليها صاحبه هذا الرمز الرابع في رصيدها نقول الحمد لله على توفيق رب العالمين. هاي كلها توفيق من رب العالمين. ثاني ها كيف قدرتوا انكم تسبقون مرضيه؟ مرضيه اسم خطير. مرضيه سبوق ومرضيه كلها الاحترام كله يعني ما نقلل من اهميتها. ايوه وهي كلها توفيق من رب العالمين. ومرضيه ما جات خامس ولا جات رابع جات ثاني. انا اقول لك كيف قدرتوا انت رجل فني الان كلها والكايده راكضه طال عمرك مراكيز كلها 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 توفيق رب العالمين. والكايده على ما قال هذا الرمز الرابع مرضيه الرمز في رصيدها رمز واحد بس. يعني هنا تفرق السلالات. يا سلام عليك. زين التيم يقول لك التيم كان خطير جدا اليوم. التوقيت يمكن قد يسجل او ما لم يسجل ما اعرف. صاحبه افضل هي صاحبه افضل تيم في الكويت. وصاحبه افضل تيم في اليوم. وصاحبه افضل تيم العام في سن الثنايا سن المواطنات الحين. ونقول الحمد لله على توفيق رب العالمين. تميم يا قايد الدله وحاكمها مشاعر الفوز لك شعبك يترجمها. الله يا مكبر افراحه ومعظمها وافضل التهاني من الاعماق ومن ساقه لك يا الامير المقدم انت منصاها والفوز والعز منشاها ومعناها هجن الشحنيه الناموس يزهاها كان تركيزنا على السيوف الأربعة في جميع المهرجانات في شوط مهرجانات لكن صار فيه تغيير في الأنظمة قبل شو اسمه قبل مهرجان وذباب بمدة بسيطة وما سعى في الوقت الشحنية بأن تعامل نعم معها. نعم يعني لذلك كانت الفرحة كبيرة ويقول لك هذه إنه هذا هو بالنسبة لي هو السيف صحيح احنا بالنسبة لنا سيف المهرجانات وكسر حاجز 12 في ميدان الوثبة لأول مرة نعم ولا وفي مطايق كثيرة كانت معاكم للأمانة وتوافق الحمد لله احنا حصلنا على المركز الأول والثالث والرابع يعني هذا دليل نحن يعني كنا عادين للشوط هذا اعداد قوي الحمد لله على توفيق من العزيز الحكيم والاخوان كلهم مجتهدين وكلهم طالع يسعى للناموس وللسبق والحمد لله الله اللي يوفق والكايده يا مشعل الموش غريب عليها حاصل على رمزين في سن الثنايا وما اشتركت بعدها والسنه اشتركت في الكويت وحصلت على الرمز في قطر جات الخامسه واليوم حققت لها سيف والمطيه ما تكون يعني الرموز وصعب ان تكون المطيه في كل رمز على نفس صحتها وعلى نفس قوتها لان طال عمرك اليوم ياخذ منها جهد سنه كامله بالضبط كلام سليم لكن اليوم الكايده طال عمرك انا بقول لك التيم اللي سجلته تيم حدث والله الحمد لله لان الشوط من روح الشوط روح قوي وكله تبادل اسامي من روح وانت تشوف من عقب الكيلو الخامس تمت الكايده تجاوز وكل ما تجاوزت طال عمرك يتجاوز معها حلال مستقصد يعني لا والله مو مستقصد كلن يبي يشرب اقول لك حتى انا وني وراء الكايده والكايده عندها جن العاصفه ولا عندها جن الرئاسه انا بشتغل على الكايده